هل المخدرات شيء سيء أم جيد؟ كثير من الناس يظنون أن المخدرات أشياء بالمجمل سيئة ولها تأثير سيء جدا وخطير جدا وما لها أي استخدامات مفيدة في الحياة، وآخرين يظنون أنه هي لا شيء بسيط عادي ممكن يستخدمها بعض الأحيان وممكن يأخذها حتى شويها يغير الحالة المزاجية عنده ويخليها أحسن. هل بالفعل هي بهذا السوء أم أنه هي جيدة بهذا الشكل؟ ليش ما نجي نتعرف عليها في فيديو جديد؟ وياكم دكتور عمر القيسي، راح أتناول الموضوع بجانب من الحيادية وبجانب علمي حتى أوضح لكم المسألة بشكل حقيقي كيف تصير، حتى نعرف شوية التأثير السلبي للمخدرات هو شنو نقصد به. طبعا المخدرات نسميها الليجال دراكس اللي هي الأدوية الغير يعني بين قوسين غير شرعية، طبعا هي بالنهاية أدوية من اسمها دراكس، والكلمة تسمية المخدرات باللغة العربية ممكن شوية تكون نوعا ما misleading أو تيه المقابل. مو كل المخدرات معناها راح تخدر الشخص وراح يغيب عن الوعي بهذا المعنى، لكن لها علاقة أنه تحاول تغير من الحالة الإدراكية للشخص. المهم التأثير السلبي للمخدرات نقدر نقسمه على ثلاثة أمور. أول شيء التوكسيسيتي السمية للدواء، هذه الأدوية لو زادت جرعتها ممكن توصل لحد تأثير سمي خطير ممكن يؤدي إلى الموت في بعض الأحيان. طيب شو المعد الأمور الثانية لها؟ مسألة أنه لو تركتها مباشرة راح تفوت بشغلة نسميها withdrawal أو الانسحاب الدوائي، يعني شنو؟ أنه لما هذا الدواء ينسحب راح يسوي تأثير معين، راح نفهم هذه المسألة أيضا، وأيضا راح تسوي لك الادكشن أو الإدمان. راح أبدأ شوية بالإدمان أشرحها بشكل بسيط. الإدمان عندنا ناقل عصبي في دماغنا اسمه دوبامين، هذا الدوبامين جسمك يفرزه في حالات مثل الرياضة وغيرها اللي تعطيك شعور بالسعادة بالراحة وبأنه أنت أمورك تمام. طيب الآن لو نفرض أنت أخذت دواء معين، هذا الدواء هو اللي خلى الدوبامين يزداد، بالتالي أنت جسمك ما فرز هذا الدوبامين وشعورك اللي أنت شعرت به بالسعادة أو بالراحة هذه صارت عندك، هذا جاء من دواء فرز لك إياه مو جسمك، وبالتالي واضح المسألة. لو الآن الدواء راح جسمك ما راح يفرزه لأن تعلم على وجود دواء يفرزه وبالتالي يحتاج مرة ثانية، فهذا راح يؤدي لك إلى حالة إدمان. طبعا هناك السيروتونين دوبامين يفوتون في مسألة معينة وودوا لك مسألة الإدمان، ما راح أدخل في تعقيداتها لكن حبيت أوضحها بس بشكل بسيط. فأنا فهمنا إيش معنى إدمان وسمية الدواء واضحة، كل ما أخذت أنت جرعة أكثر من دواء راح تزداد سميته. طيب الآن نجي على مسألة الوذدرول أو الانسحاب الدوائي. قبل ما أشرح الانسحاب الدوائي مصطلحات علمية وغيرها أعطيكم فكرة بسيطة عادة تقدرون تقاربون المسألة. لنفرض أنت الآن تروح يومية تشتغل ومديرك في العمل ينطيك $20 مقابل اليوم اللي أنت اشتغلت به يوم العمل. طيب أنت يومية تشتغل تأخذ $20. طيب لنفرض الآن أنت ربحت اليا نصيب وجتيك أموال هائلة، فالآن صار عندك رصيد بالبنك عالي. طيب هل الآن أنت راح تروح يومية تشتغل حتى تأخذ $20؟ أكيد طبعا الجواب راح يكون واضح إن راح تروح وتأخذ من المال اللي متجمع عندك، ما تحتاج تتعب حتى تحصل هذه $20. لنفرض أنت صارت عندك مشكلة الآن وكل نقودك بالبنك انحجز عليها، الآن أنت بقيت بلا نقود بشكل مفاجئ. طب أنت صار لك سنتين ثلاثة كنت معتمد على هذه الأموال وبطلت من العمل، هل الآن من السهل ترجع وتحصل $20 بكل يوم؟ طبعا الجواب لا، لأن أنت تعلمت على الراحة لمدة طويلة، الآن حتى ترجع تشتغل يراد لك مدة إضافية. نفس الشيء الجسم لما يتعلم على وجود دواء ينطي له مواد معينة راح يقلل إفرازها بالنتيجة، وبالتالي على المدى البعيد اللي راح يصير أنه لما توقف هذا الدواء بشكل مفاجئ الجسم ما راح يفرز هذه المواد وبالتالي حصل تأثير عكسي، هذا نسميه بانسحاب الدوائي. طبعا هذا لكل الأدوية مو فقط لمسألة، أغلب الأدوية يصير بها الانسحاب الدوائي لكن حسب جرعاتها حسب تأثيرها تختلف، لكن هذه فكرة لازم تعرفوها مبدأ بالفارماكولوجي أو علم الأدوية، وهذا هو الانسحاب الدوائي حتى نفهم أكثر بشكل علمي. اللي نفرض أنه عندنا مستقبلات في الخلايا، هذه المستقبلات لما ترتبط بها مواد معينة تؤدي لك إلى انخفاض في دقات القلب، فالآن الجسم ينتج مواد طبيعية تقلل من دقات القلب. طيب هذا شيء يعني جميل، الجسم ده ينظمه. الآن لو انطينا دواء معين يقلل دقات القلب، الآن بدأ الدواء هو نفسه يقلل دقات القلب، الجسم إذا شاف كمية الدواء ده تزيد بالوقت طبعا بالتأكيد راح يقلل الإفراز الداخلي على اعتبار أنه أكو مواد ثانية ده تجي، فبالتالي هو ما يحتاج يفرزه داخليا هذه المادة اللي كانت تقلل دقات القلب، وأنت بدأت تنطي له مواد تقلل دقات القلب. طب لنفرض الآن قطعت الدواء بشكل مفاجئ، إيش راح يصير؟ زيادة في دقات القلب، لأن راحت لا جسمك راح ينتجه ولا أيضا
انه هو ده ياخذه من مصدر خارجي، فبالتاكيد حتى يرجع ويعوض اراد لمده. طبعا الجسم راح يحل هذه المشكله لكن على مده زمنيه، فهذا نسميه هو الانسحاب الدوائي. فطبعا فانه لو انت دواء كنت تاخذ لفتره طويله وقطعته بشكل مفاجئ، طبعا راح يصير لها تاثيرات معينه، ممكن تكون بسيطه جدا او ممكن تكون شويه خطيره في بعض الحالات. الفكره تصور وصلت شنو معنى الانسحاب الدوائي. اول مجموعه راح ابدا بالمخدرات، قلت لكم التسمية كلمة مخدرات شوية تسمية مضللة، اللي هي legal drugs أو الأدوية الغير شرعية، تصور هي تسمية أفضل للأدوية الغير شرعية. المحفزات أو المنشطات stimulants يعني تقوم بتحفيز الشخص، هذه أدوية مشهورة جدا. ضمن هذه الأدوية عندك الكوكايين، الأمفيتامين، الميثامفيتامين، طبعا أدوية ثانية لكن هذه اللي حبيت أركز عليها، الكوكايين، الميثامفيتامين والأمفيتامين. هذه أدوية تعمل على تحفيز الجهاز العصبي. ليش؟ لأنها تعمل على ناقل عصبي اسمه نور أدرينالين. سمعين بالأدرينالين ونور أدرينالين، هذه نواقل عصبية موجودة عندنا في الجهاز السمبثاوي اللي نسميه جهاز القوة والطاقة، اللي يزيد لك ضغط الدم، اللي يزيد لك عدد ضربات القلب، اللي يزيد لك التنبيه بالجهاز العصبي المركزي. طيب خلني فهم شوية كيف تعمل هذه الأدوية وشنو هي الميكانيزم أوف أكشن أو آلية العمل. الجسم بشكل طبيعي يفرز نواقل عصبية في الدماغ اللي هي النورادرينالين، سيروتونين والدوبامين. طبعا الجسم لما يفرزها من النهايات العصبية، النهايات العصبية راح تطرحها من الخلايا العصبية إلى المواقع المؤثرة. لنفرض كانت ترفع ضغط الدم، راح تطرحها على الأوعية، ويعني النورادرينالين يقبض لك الأوعية ويزيد لك ضغط الدم كمثال. فالآن احنا محتاجين مستقبلات على الخلايا حتى تستجيب للتأثير، ومحتاجين الناقل العصبي اللي يخرج من الخلايا العصبية. فالخلايا العصبية راح تطرح لك هذه الهرمونات في الدماغ وأيضا على بعض الأنسجة، وبالتالي راح تؤدي لك إلى تأثير معين. فهنا قلنا تأثير تحفيزي، فالنورادرينالين والدوبامين والسيروتونين راح يحفزون الخلايا، طيب أصلا في الدماغ قصد، وأيضا في أنحاء الجسم لما لهم تأثيرات خاصة بهم. طيب الآن الجسم لما يفرز أو النهايات العصبية لما تفرز هذه النواقل العصبية، إذا ظلت هذه النواقل العصبية طبعاً تأثيرها راح يظل موجود، وبالتالي هذا مو من مصلحة الجسم. فالجسم عنده آلية خاصة لطرحها وإزالتها، راح يبدأ يأخذها من منطقة تجمعها يرجعها إلى داخل الخلية العصبية نفسها أو داخل النهايات العصبية، نسميها بعملية الري أبتيك، يعني الإرجاع أو الاسترجاع. بعد ما يرجعها داخل الخلايا العصبية راح يحطمها بالخلايا باستخدام أنزيم اسمه مونو أمين أوكسيديز. فهذا الماو أو المونو أمين أوكسيديز راح يكسرها داخل الخلايا العصبية داخل النهاية العصبية. طيب الآن لنفرض لو أنت عندك دواء يوقف لك عملية الري أبتيك أو الاسترجاع، شو راح يصير بالنور أدرينالين والدوبامين والسيروتونين، هذه النواقل العصبية المحفزة راح تزداد وراح تسوي التأثير التحفيزي أكثر. طيب لنفرض عندك أدوية ثانية توقف لك عمل الأنزيم اللي حطمها، بالتالي أيضا راح يصير زيادة في هذه الهرمونات وبالتالي زيادة أيضا في تأثيرها. طيب لنأتي ونناقش أول دواء الكوكايين. الكوكايين ضمن هذه المجموعة يعمل على وقف عملية الري أبتيك وبالتالي زيادة وبالأخص للنورادرينالين في النهايات العصبية، وبالتالي تأثيرها أكثر على الخلايا وتظهر لك أعراض الزيادة بالجهاز السمبثاوي، منها زيادة بارتفاع ضغط الدم، زيادة بعدد دقات القلب، قوة الانقباض وغيره، هواية كثيرة أيضا من الأمور راح تصير بسبب زيادة التحفيز السمبثاوي. دواء ثاني مثل الأمفيتامين والميثامفيتامين تعمل أيضا على وقف عملية الري أبتيك أو الإرجاع، وبالتالي أيضا تزيد هذه النواقل العصبية، وأيضا تعمل على توقيف أو إيقاف المونو أمينو أوكسيديز، وبالتالي تمنع تحطيم هذه النواقل العصبية فراح تزداد أيضا. طبعا كل الأدوية تزيد لك أيضا السيروتونين والدوبامين، وبالتالي إلها تأثير الأدكشن أو الإدماني، هذا التأثير اللي قلنا عليه، وأيضا إلها أمور خطيرة، لأن زيادة الدوبامين والسيروتونين إلها أمور غير مسألة المزاج والمسألة النفسية، إلها تأثير فسيولوجي على الدماغ خطير جدا لو زادت. وهسه راح نفهم المسألة بشكل أكثر. حتى نذكر الأمور الإيجابية والسلبية، فراح أبدأ بالاستخدامات الطبية للمنشطات. المنشطات تدخل في استخدامات طبية كثيرة، وبالأخص الكلام عن الأمفيتامين، طبعا الكوكايين وغيرها ما لها هذه الاستخدامات لخطورتها ولتأثيرها الإدماني الشديد، بس الأمفيتامين لها بعض الاستخدامات الطبية، أصلا في مرض نقص الانتباه مع فرط النشاط
أو ما يسمى بالattention deficit hyperactivity disorder ADHD. فأيضا يستخدم في علاج هذه الحالة. هذه الحالة طبعا تصيب الأطفال بالأخص، تأثر على عليهم من ناحية التركيز وأيضا من يعني في الدراسة وغيرها. فالأمفيتامين كونه محفز فطبعا راح يدخل في هذه المسألة لأنه راح يزيد بالجهاز العصبي. طيب أيضا لعلاج مرة ثانية اسمه النوم القهري أو ناركولبسي. بعض الناس عندهم خلل في النواقل العصبية يؤدي لهم أنه ينامون بشكل مفاجئ دون سابق إنذار. فلأنه الأمفيتامين محفز للجهاز العصبي ويزيد النورادرينالين فراح يفيد هؤلاء الأشخاص وراح ينطيهم تنبيه مستمر حتى لا تصير عندهم حالة الناركولبسي، فيعتبر علاج لهؤلاء المرضى وأيضا أحد علاجات الأنتي ديبرسنت أو علاج للاكتئاب لزيادة السيروتونين والدوبامين، ممكن يعالج الاكتئاب طبعا بحدود معينة وأيضا إلى تأثيرات ممكن تكون عكسية في بعض الأشخاص، لكن يستخدم أيضا كعلاج للاكتئاب وأيضا في علاج السمنة. ليش؟ لأن السيروتونين لما يزداد عندك في دماغك نوعا ما راح ينطيك شعور بالشبع وعدم الحاجة لأخذ كمية أكبر من الطعام، فعلى هذا الاعتبار أنه ممكن يستخدم لعلاج بعض حالات السمنة المستعصية اللي نحتاج فيها هذه الأدوية. طبعا مو أي شخص لازم مصاب بالسمنة راح يأخذ لي هذه الأدوية، لأن هذه أدوية خطيرة جدا وعمرك راح تفهم الكارثة اللي ممكن تصير مع هذه الأدوية، لكن في بعض الحالات وبجرعة معينة وبإشراف طبي ممكن استخدامها كعلاج. التأثيرات أو كيف راح تأثر على الجسم؟ مين ذكرنا هذه الأدوية تزيد لك ثلاث نواقل عصبية، فراح نجي ويا كل ناقل عصبي نشرح إيش راح يصير. لما يزداد عندك النور أدرينالين شنو راح تشوف؟ أول شيء راح تشوفه هو pupil dilation، توسع في بؤبؤ العين. ليش؟ لأن الجهاز السمبثاوي يوسع بؤبؤ العين. أنت الآن قلت لكم جهاز القوة، أنت لو الآن جيم عليك شخص تريد تشوفه واضح ولا مغوش، فطبعا أكيد تريد تشوفه واضح ف تزيد فتحة العين. طبعا كاتب لكم الكلمة الطبية اللي هي اسمها mid rises اللي معناها توسع حدقة العين. طيب أيضا راح يؤدينا إلى زيادة في عدد دقات القلب وضغط الدم، لأنه هذا التأثير السمبثاوي راح يؤدي لك إلى هذه الزيادة. طبعا ارتفاع ضغط الدم راح يكون أكثر لأن النورادرينالين أكثر إلى علاقة بارتفاع ضغط الدم، أيضا راح تزيد أيضا ممكن عدد دقات القلب، فهذه مهمة زيادة بالضغط الدم وعدد دقات القلب ويا النورادرينالين. طيب التأثير الثاني للدوبامين، لما يزداد الدوبامين شنو راح يصير عندك؟ الدوبامين لما يزداد قلت لك عنده هو وظيفة معينة في إشعارك بالراحة أو إشعارك بحسن الحالة المزاجية، لكن لو زاد أكثر راح يأثر لك على الإدراك وممكن يصيبك بأمور كارثية منها نوبات الذهان أو نسميها السايكوسيس. الشخص يصاب بخلل إدراكي الآن يؤدي لك إلى جنون العظمة البارانويا أو يسمى جنون العظمة والارتيال، يبدأ يخاف من الناس ويتصور الناس ممكن يحطم يريدون يقتلوه شيء من هذا الأمور، فراح يصير عنده بارانويا سايكوسيس يعني يصاب بحالة من الجنون. أيضا ممكن تصل لحالات الهلوسة، فلما يزداد هذا أيضا راح يأثر ويؤدي لك ممكن إلى حالات الهلوسة وأيضا الدوبامين إلى وظيفة لأنه يدخل في كناقل عصبي في منطقة في الدماغ اسمها الخلايا القاعدية والبيزل جانجليا، فممكن يؤدي لك إلى خلل في الحركة وأيضا يأثر على إفراز الهرمونات فممكن يؤدي لك إلى خلل في الغدد الصماء، فهذا تأثير الدوبامين. المنشطات تأثر لك على شيء ثاني اللي هو السيروتونين. السيروتونين يؤدي لك أيضا بطريقة معينة لتأثير على الليمبيك سيستم اللي هو الجهاز الإدراكي والسلوكي عند الشخص، ممكن يؤدي لك إلى تغييرات سلوكية، فأيضا راح يصير عنده ممكن مور أجريسيف يعني عدواني أكثر، لأنه قلت لكم يؤثر على هذا الليمبيك سيستم أو الجهاز الإدراكي عند الشخص، وبالتالي راح يؤدي إلى هذه المسألة، يؤثر على منطقة في الدماغ بالهايبوثالاموس تؤدي لك إلى قلة الشهية، وهذا هو الجانب اللي قلت لكم ممكن يستخدم فيه السمنة. فهذه الأمور حاولت أوضح لكم إياها بهذه الطريقة، فكتبت لكم إياها بهذه الطريقة البسيطة. طبعا هذه النقاط الأساسية، أكو تأثيرات ثانية ما ذكرتها حتى خلي الفيديو أكثر بمعلومات خلينا نقول المهمة الخلاصة من الموضوع يعني أعطيتكم إياها. طيب التسمم الآن لو أخذت جرعة زايدة من هذه الأدوية شنو ممكن يصير؟ التسمم بهذه الأدوية خطير جدا، لأنه زيادة بالنور أدرينالين ممكن يصير عندك اختلال في نظم القلب أرثمية، وهذا الشيء خطير جدا اللي ممكن تؤدي لك إلى أرثمية خطيرة وتؤدي لك إلى توقف القلب. طبعا وللتأثير أيضا النور أدرينالين على مستقبل بجسم اسمه ألفا 1 يؤدي لك إلى انقباض شديد في الشرايين وتقلصها، وبالتالي زيادة في مقاومة الشرايين للدم، وبالطبع
عدم وصول دمي بعض أجزاء من الجسم ممكن إذا كانت إسكيميا اللي هي افتقار بالدم شديد في هذه الأجزاء ممكن يدك إلى موتها، وبالأخص منه عضلة القلب لنفرض لو صارت راح يصير عندك مايوكارديال انفاركشن أو احتشاء في عضلة القلب. وأيضا هذه الأدوية ممكن تؤدي لك إلى نوع من أنواع الانجينا أو الذبحة الصدرية اللي هي نسميها البرانزميتال انجينا اللي معناها ذبحة صدرية تقلصية، إنه يصير عندك سبازم اللي هو تشنجات في الشرايين، تخيل الشرايين كأنه يصير بها صرع وتبدأ تتقلص بشكل كثير، ما نقصد هنا شرايين القلب، الشرايين التاجية للقلب الكورونري ارتريز راح تتقلص وبالتالي تؤدي لك ممكن إلى انقطاع الدم عن القلب وموت الشخص صاحبها، احتشاء مايوكارديال انفاكشن عام بالقلب. فهذه من أمور الخطرة اللي ممكن تصير. طبعا هنا ملاحظة حب أنوه عليها إنه طبعا طلاب الطب أكثر انه لا تستخدم ويا هذه او هذا النوع من انواع الذبحه الصدريه علاج اسمه بيتا بلوكرز او حاصلات بيتا، لانه مستقبلات بيتا تعاكس الالفا وبالتالي تفتح الشرايين، فلو انت سديتها الان ممكن تسد على الشرايين اكثر وبالتالي تاثير النوع يكون اكثر ويموت الشخص. فما ننطي بيتا بلوكر، راح ننطي في هذه الحاله كالسيوم شانل بلوكر حاصلات الكالسيوم والنيترو جليسرين. فتذكروا هذه الملاحظه، هذا شيء خاص لطلاب الطب لكن حبيت اوضحها، فهذه من الامور الخطره اللي ممكن تصير مع زياده النورادرينالين. طيب الدوبامين راح يؤدينا الى هذيان ونوبات من الذهان، يعني سايكوسيس ديليريوم وممكن هلوسينيشنز هلوسه. عندنا ايضا شيء خطير جدا زياده السيروتونين، ممكن يؤدي لك الى متلازمه اسمها متلازمه السيروتونين، ويا ويلك من متلازمه السيروتونين، متلازمه خطره جدا ممكن تؤدي الى الموت. في متلازمه السيروتونين راح يصير عندنا زياده فظيعه في درجه الحراره الجسم، convulsions اختلاجات يعني مثل الصرع تصير عند الشخص، نوبات صرعيه سيجرز، وايضا ممكن تؤدي الى الموت. فتذكروا هذه الامور متلازمة السيروتونين، هذه خطرة جدا. طبعا هذه من الأمور اللي ممكن تقتل الشخص في حالة تناوله هذه الأدوية بشكل كبير ويصير له توكسيسيتي، ما دام المريض مدمن على هذا الدواء فراح ياخذ جرعة عالية من الدواء ممكن تؤدي إلى موته. الآن نجي على الانسحاب الدوائي، شنو راح يصير في حالة الانسحاب الدوائي؟ يعني لو ترك الشخص هذا الدواء بشكل مباشر إنه قطعه، ممكن راح يصير عنده نوبة اكتئاب شديد سيفير ديبرشن. ليش؟ ما أنت كنت تاخذ السيروتونين الدوبامين من وين؟ من الأنفيتامين. طب راحت الأنفيتامين، راح وياها هذه الزيادة، فجسمك راح يريد لمدة حتى يرجع وينتج لك السيروتونين والدوبامين بشكل طبيعي. فبهذه الفترة راح تشوف نفسك يعني طاقتك نزلت، لأن الأدرينالين أيضا أو النورادرينالين أيضا راح تبدأ يصير عندك اكتئاب، ممكن تفوت في حالة اكتئاب شديد. طبعا هنا هذه المسألة أيضا خطرة، لأنه في بعض الأشخاص عندما يصابون بهذا الاكتئاب الشديد ممكن يصير عندهم أفكار انتحارية ولا سامح الله أنه يروحون ويتجرؤون على الانتحار، فهذه مسألة أيضا يجب التركيز عليها. هنا التأثير مو إلا على الجسم لكن على الحالة النفسية، وممكن يكون خطر بهذه المسألة، فتذكروا هذه المسألة. الويذدرول ممكن يؤدي لك إلى الاكتئاب شديد، وطبعا لازم هنا الشخص لما يمر في حالة ترك المخدرات ويفوت في فترة الويذدرول لازم يكون تحت إشراف طبي حتى نعرف شنو ممكن نساعده وكيف نقلل، عندنا أدوية تقلل هذا الاكتئاب اللي دا يصير حتى تخلصه من هذه الفترة. القلق انكزايتي ممكن يصير عنده أيضا نفس الفكرة لغياب هذه بالأخص النورادرينالين وغيرها، وبالتالي ممكن يصاب بالقلق يعني تأثر على قلت لكم على مناطق في الدماغ مسؤولة عن الإدراك. تسمم بالأنفيتامين والكوكايين والميثامفيتامين للأسف ما عنده مضاد معين مباشرة يعكس هذه الحالة، لازم ننطي أدوية معينة تعمل على أنه تقلل لك التأثير السمي لهذه الأدوية، يعني نعالج كل مسألة على حدة. لو الشخص صار بارتفاع درجة الحرارة ممكن ننطي الدايزيبام يعني راح يقلل لك هذه المسألة. كيف؟ طبعا هنا ما لها علاقة بمسألة انه هو دازيبام نفسه يقلل درجة الحرارة، لكن لان يعني هذه ارتفاع درجة الحرارة دا يجينا من تقلص التشنج للعضلات فممكن نحلها بمسألة الدازيبام. ايضا الدازيبام ممكن يحلك لو كان عندك سيجرز او نوبات اختلاجية، فهذا دواء راح يكون مناسب. لو صار عندك ذبحة صدرية انجينا ممكن نعالجها، وتذكروا مثل ما قلت لكم نعالجها ببيتا بلوكر لان راح تسيء المسألة، نعالجها بكالسيوم شانل بلوكر او نعالجها بنترو جليسرين، نعالج احتشاء القلب لو صار، وايضا نعالج ارتفاع ضغط الدم اللي راح يصير عندنا، فنحاول ننطي العلاج المناسب في الوقت المناسب حتى نعالج كل واحدة من هذه المشاكل على حدة. طيب الان نروح لمجموعة ثانية اللي هي الافيونات او الاوبيويد. طيب مجموعة الافيونات او الاوبيويد قبل ما نبدا نشرحها خلينا نتعرف على كيف تعمل او الميكانيزم اوف اكشن مثل ما تعرفنا على قبلها. مجموعة الأفيونات أو الأوبيويد تشتغل من خلال تأثيرها على مستقبلات الأفيون أو الأوبيويد ريسبترز، عندنا ميو كابا ودلتا
ريسبترز، بالأخص الميو ريسبترز هو الأكثر إلى تأثيرات. وطبعا له تأثير مشهور اللي هو تأثير تقليل الألم، فمجموعة الأفيونات مشهورة لتقليل الألم. لكن إضافة إلى ذلك، هذه المستقبلات لها وظائف ثانية بالجهاز العصبي، مثل تثبيط مراكز معينة مثل مراكز التنفس في الجهاز العصبي. فهذه الأمور مهمة لازم نعرفها. فالأوبيويد تشتغل من خلال تحفيز الأوبيويد ريسبترز. إحنا بالطبيعي طبعا عندنا مواد في الجسم تقلل الألم، تنفرز بشكل طبيعي في الجسم، اللي هي الإنكفالين والإندورفينز. هذه المواد لما تفرز هي تحاول تقلل لك الألم من خلال ارتباطها بالأوبيويد ريسبتر بشكل طبيعي. طبعا هي موجودة، احنا لما نعطي المورفين نحاول نزيد الإندورفينز والإنكافالينز، حتى مش مو نزيدها، ولكن هو تأثيرها راح يكون نفس الشيء، يعني راح يرتبط بنفس مستقبلاتها، وبالتالي راح يصير هذه الزيادة أو أنه إحساس تقليل الألم. ولكن هذه المستقبلات تأثر على نواقل العصبية ثانية، السيروتونين، الدوبامين وغيرها، وتعمل تغييرات كثيرة في الدماغ. وبالتالي مو فقط راح تقلل لك الألم، راح تسوي لك أمور ثانية أيضا في الدماغ راح نفهمها الآن. أدوية مشهورة بهذه المسألة المورفين، الهيروين، الترامادول، مع الميثادون هنا شوية مختلف بمسألة معينة راح أشرحها بعد قليل. فالمهم، فهذه الأدوية هي الموجودة. هذه الأدوية أكثرها تستخدم كمسكنات أو مقللات للألم، خاصة عند الآلام المبرحة الشديدة وبعض الأمور، فإلها استخدامات طبية كثيرة، وأغلب المدمنين عليها هم ناس تعانوا من أمراض معينة، وبالتالي احتاجوا هذه الأدوية حتى تقلل الألم وصاروا مدمنين عليها، لأن بالنهاية راح تسوي لك addiction، إدمان. فهذا بالنسبة للأفيونات كميكانيزم أوف أكشن، تذكر تشتغل على مستقبلات الأفيون أو الأوبيويد ريسبترز. طيب الاستخدامات الطبية، أول استخدامات طبية لها راح تكون إيش؟ تقليل الألم، لعلاج الألم الشديد والحاد chronic and acute pain، وخاصة قلت لكم ألام شديدة مثل ألام السرطان، ألام احتشاء القلب وغيرها من الألام المبرحة اللي ممكن يعاني منها الشخص. وتستخدم أيضا في علاج احتشاء القلب، مو فقط على مود انه هي تقلل الالم اللي ناتج من احتشاء القلب او من موت جزء من عضله القلب، لا، ايضا لها تاثير موسع بالاخص الاورده، وبالتالي كميه الدم الواصل للقلب تكون اقل، وبالتالي الضغط على القلب يكون اقل، فتح لك المشكله. فلها تاثيرات ثانيه، مو فقط انه هي تاثر لك على جانب معين، فتذكروا هذه النقطه. طيب وايضا تستخدم طبعا بشكل، هذا لما كتبته الشيء تاكدت منه يعني مختلفة عليه، لكن كتبته كمعلومة، تستخدم في علاج وذمة الرئة واللي نسميها pulmonary edema، اللي هي لما تتجمع سوائل داخل الرئة نفسها نسميها pulmonary edema ووذمة الرئة. فممكن يستخدم بشكل مو مثبت جدا في علاج هذه المسألة، وأيضا علاج للسعال. طبعا راح تقول دكتور علاج السعال، أعطيكم مثال بسيط، الهيروين. تدرون أنتم بالحقيقة كان يسوق في الماضي على أنه شنو علاج للسعال، وكان يعطى للأطفال، لكن بعدين لما شافوا المسألة الإدمان اللي يمر به الشخص توقف استخدامه وصار دواء غير شرعي، فكان يستخدم كعلاج للسعال. طيب التأثيرات، شنو التأثيرات اللي راح يسويها؟ المورفين إلى تأثير مميز جدا إلى أو مجموعة الأوبيويد، خلينا نقول مجموعة الأوبيويد كلها الأفيونات، لما شخص يتناول الأفيون عكس محفزات اللي كانت تعمل على اتساع كبير في حدقة العين، هنا العكس راح يصير، هنا تضيق شديد في حدقة العين، strong myosis. وهذا محطة المصطلح الطبي أيضا، راح يسألني ليش تخليها دكتور بالمصطلحين، لأن هذه المحاضرة موجهة للجميع كأشخاص بشكل عام حتى يزيدون ثقافتهم العلمية والطبية، وأيضا كطلبة الطب ممكن يستفادون من عدها لو حبوا يدرسون بشكل مجمل هذه المسألة. فنتذكر أنه تسوي لك تضيق شديد في حدقة العين لدرجة يسموها pinpoint pupil، يعني كأنه رأس الدبوس صغير جدا. طبعا هذا اللي مشهور أنه تسوي لك شعور التسكين الألم sedation وanalgesia، يعني تحاول تخدر لك شوية من الألم وتقلله، وأيضا تسوي لك إفوريا، شعور بالنشوة. فهذه الأدوية أغلبها اللي هم قلت لكم اللي يكونون مدمنين عليها هم ناس يعانون ألم شديد، فحصلوا هذه الأدوية، وقسم ممكن يتناولوها ك دواء حتى ينطيهم هذه النشوة. فهذه أمور لازم تعرفوها. طيب ممكن تؤدي لك أيضا إلى حالة من الإمساك أو الكونستيبيشن، هذا لتأثيرها على العضلات الملساء والجهاز الهضمي، وبالتالي ممكن تؤدي لك إلى هذه المسألة. فهذه تأثيرات. طيب التسمم، التسمم بالأفيونات أو الأوبيوت خطير جدا، وهو مسؤول عن وفاة نسبة كبيرة من الناس اللي يموتون من المخدرات.
لأنه هذه الأدوية ممكن تنخذ للألم، فبعض الناس اللي يعانون من ألم شديد ممكن يأخذوها بجرعة عالية جدا، إضافة إلى إدمان أيضا من عندها، لكن بجرعة عالية جدا. وقلت لكم هي مو فقط هذه المستقبلات راح تأثر لك فقط أنه تقلل لك الألم وبس، لا، ممكن تأثر على مناطق خاصة بالجهاز التنفسي في الدماغ، وبالتالي تثبطها راح يساعدنا كبح للجهاز التنفسي، وممكن يؤدي إلى توقف respiratory arrest للجهاز التنفسي، وممكن يموت الشخص من هذه الحالة. طيب لعلاج هذه الحالة عندنا دواء جميل يشتغل مباشرة ويعكس هذه الحالة، اسمه نالكسون، ينباع أيضا باسم تجاري اسمه ناركان. طيب على كل ممكن أيضا تؤدي لك التسمم بها إلى الغثيان والقيء، لكن أكثر شيء خطير بمسألة التسمم بالأوبيويدز هو الريسبيراتوري ديبريشن أو كبح للجهاز التنفسي، وأيضا توقف الجهاز التنفسي ممكن يموت الشخص. طيب الانسحاب الدوائي، لنفرض شخص الآن كان متعاطي الأوبيويدز لمدة طويلة، طبعا هنا تختلف، لو كان قبل أسبوعين ممكن ما يتصير عنده هذه الأعراض بتاتا، لكن ممكن إذا تعدى لمدة طويلة وما أخذها لمدة طويلة وكميات عالية فراح يصير عنده انسحاب دوائي. تختلف طبعا مسألة انسحاب دوائي من الأشخاص حسب مدة العلاج اللي كان أو مدة الدراج اللي دا ياخذه والمخدر اللي دا ياخذه كميته، وتختلف من الأشخاص. فالانسحاب الدوائي مو ثابت لكل الأشخاص هذه المسألة، لكن بشكل عام لو الآن شخص توقف عن أخذ الأوبيويد ممكن شي يصير عنده، طبعا راح يصير عنده زيادة بالإفراز الدمعي، التثاؤب والأرق، وقلت لكم كل هذه تأثيراتها بالنواقل العصبية. طيب راح يصير عنده ألم مركزي نسميه centrally organizing pain. ليش راح يجي له؟ لأنه أنت جسمك ما راح يفرز اندورفين وانكفالين مضادات الألم الطبيعية، لأنه تعلم على وجود الأوبيويدز أو الأفيونات، فبالتالي غيابها الجسم ما راح يقدر يعوضه مباشرة، فلا تصور أنه مباشرة راح ترجع، بالعكس الألم راح يزداد في هذه الحالة، وطبعا هذا الشيء ممكن يؤدي الشخص أنه يرجع مرة ثانية ويأخذ الأدوية. فأيضا هذه النقطة مهمة، ممكن يؤدي إلى تشنج عضلي وإسهال، يعني ما يهدد الدياريا، ما يهدد الحياة كلش. لذلك قلت لكم لما تمر بانسحاب دوائي حاول تستشير طبيب وتكون تحت إشراف طبيب مختص، لأن حتى يقدر يتعامل ويا هذه الأعراض. لكل من هذه الأعراض أمور ممكن نعطيها للمريض تقلل من حدتها، وبالتالي يقدر يفوت مرحلة الويذدرول بشكل أكثر سلاسة. المضاد والترياق لهذه الحالة قلت لكم التسمم نستخدم دواء اسمه نالكسون أو ناركان. طيب لعلاج الإدمان راح نستخدم الميثادون. قبل شوية قلت لكم الميثادون هو نوع من أنواع الأفيونات، لكن شوية مختلف. شو الاختلاف به؟ أنه الميثادون ما يرتبط بشكل قوي جدا بهذه الرسبترات، يعني نوعا ما شوية هو مثبط وشوية محفز للرسبترات، وبالتالي هو راح يأخذ مكان الأفيونات البقية مثل الهيروين والمورفين، ونفس الوقت هو ما عنده ذاك التأثير الإدماني الشديد مثلهم. فإحنا راح نطيل الشخص حتى في فترة الويذدرول ممكن شوية شوية ينسحب من هذا الدواء دون ما يكون عنده أثر خطير. فهذا الميثادون يستخدم، ورغم هو من الأفيونات لكن يستخدم لي، يعني خلينا نقول شيء أهون من شيء، فنعالج بها هذه الحالة. الآن نتكلم على مجموعة ثالثة من مجاميع المخدرات اللي هي مجموعة الكانابويدز أو ما يعرف عندنا بشكل عامي أكثر الحشيش. هنا عندنا مجموعة من المخدرات المشهورة جدا اللي ضمن هذه المجموعة اللي هي الماريجوانا والحشيش نفسه. طيب خلينا نتكلم شوي عن الميكانيزم أوف أكشن أو كيف راح تشتغل. هذه الماريجوانا تشتغل على مستقبلات اسمها كانابويد ريسبترز. هذه مستقبلات الكانابويد ريسبترز مرتبطة أيضا بمستقبلات أو إلها تأثير على مستقبلات السيروتونين 5-HT، هي تسمى بمستقبلات السيروتونين. ليش؟ لأن هذا اسم علمي طويل إلها، لكن معناته أنه هي مستقبلات السيروتونين. فالكانابويد ريسبترز هي من ضمن أو تؤثر على مستقبلات السيروتونين، وعندنا كانابويد 1 وكانابويد 2. كانابويد 1 وكانابويد 2 تختلف، واحدة موجودة في الجهاز المركزي وأيضا واحدة تكون في الجهاز المحيطي الطرفي، يعني إلها في مناطق ثانية من الجسم، فأمور ما راح أدخل في تفاصيلها، لكن نتذكر أنه الماريجوانا أو الحشيش تشتغل على الكانابويد ريسبترز أو مستقبلات قنب، أتصور كان باللغة العربية. المهم لما يصير تأثير السيروتونين، طبعا هو مهدئ وراح يعني يشعر بالنشوة، وطبعا أوهام وهلوسة ممكن تصير. فنفس الشيء لو تحفزت هذه المستقبلات، لو زادت عن حدها، فالماريجوانا والحشيش لذلك راح يؤدي لك إلى تكون هلوسة، ونوعا ما يعني يهدئ الشخص ونشوة، شعور بالنشوة، لأنه راح يأثر على السيروتونين بشكل فعال.
بالتأثير السيروتونين راح يتأثر الدوبامين أيضا، فلذلك راح يساعدنا هلوسة أوهام وغيرها، وأيضا هذا الشعور بالنشوة. طيب الاستخدامات الطبية، راح تقول دكتور استخدامات طبية للماركوانا والحشيش. نعم الحشيش والحشيش نفسه، لكن المارجوانا ممكن لها استخدامات طبية، يسموها ميديكال مارجوانا. طبعا أكثر هذه الأمور غير مثبتة، ويعني لها استخدامات ضعيفة في بعض الدول، لكن بشكل عام حبيت أجيب لكم الاستخدامات الطبية. ممكن تستخدم في حالة الأنوركسيا أو فقدان الشهية. عد منه أشخاص عاديين؟ لا طبعا، الأشخاص يعانون من فقدان شهية حاد، وبالتالي نسبة السيروتونين لو زادت، طبعا السيروتونين لو زاد بشكل بسيط يحفزك أكثر، ينطيك شعور بالسعادة، فممكن تأكل أكثر، لكن إذا زاد أكثر راح يمنع الأكل. فيعني الأمور مو كلش 100%، لكن المهم عد منه نستخدمه. عد المصابين بمرض الأيدز الـ HIV يصابون بحالة من فقدان الشهية الحاد، فممكن نستخدم هذا أو الميديكال مارجوانا في بعض الحالات لعلاجهم. أيضا عد منه اللي داخلين في الكيموثيرابي والعلاج الكيميائي المصابين بمرض السرطان، فيعني ممكن يستفادون من هذه المسألة، لكن قلت لكم هذا التأثير تأثير ضئيل وما مثبت علميا 100%. على كل ممكن أيضا يستخدم في تقليل الألم في والاعتلال في الأعصاب الطرفية أو peripheral neuropathy. ليش؟ لأن قلت لكم الكانابويد ريسبتر الثاني ممكن يوجد في الأعصاب الطرفية وأيضا في مناطق ثانية في الجسم، فممكن أنه يساعد في تقليل الألم من الأعصاب الطرفية. يعني بعد هالأمور موضحة في هذه المسألة، وماكو أبحاث علمية يعني 100% خلينا نقول في هذه المسائل، لكن حبيت أجيب لكم بعض الاستخدامات الطبية. طيب الآن التأثير، الكانابويد مسكن يعني سيديشن، ويسوي لك إيفوريا شعور بالنشوة، وأيضا خاصة المارجوانا لها شيء يميزها اللي هي أنه ملتحمة العين. هذا الكانابويد أو الحشيش هذا يؤدي لك إلى تهيج لملتحمة العين أو الكونجكتيفال روتيشن نسميها، فهذه الطبقة يظهر احمرار على بياض العين، فهذه مهمة حتى تميز أنه ممكن، طبعا خاصة طلاب الطب أو الممارسون الطبيين لما يشوفون هذه الحالة ممكن، مو فقط هذا السبب الوحيد، يعني مو أي شخص تشوفه عنده تهيج في قرنية العين تعتبر أنه هو ماخذ مارجوانا. أكيد القصد أنه بعض أعراض المارجوانا أو الحشيش أنه تهيج لملتحمة العين، وأيضا delusions الأوهام والهلوسة hallucination راح يصير عند هؤلاء الأشخاص. طيب المضاعفات، شنو المضاعفات اللي ممكن تصير مع أخذ المارجوانا والحشيش؟ ومضات الذاكرة flashbacks أو memory flashbacks. طبعا هذا الحال راح يقول لي واحد شنو يعني، يعني تجيني أفكار ذاكرة؟ ممكن لبعض الأشخاص هذا الشيء عادي، لكن لنفرض أشخاص مصابين بمتلازمة ما بعد الصدمة اللي هي PTSD وغيرها، هذول لو رجعت لهم الذاكرة ممكن يزداد من الاكتئاب أكثر، ممكن يؤديهم إلى الانتحار. فمضاد الذاكرة أنه أجزاء من الذاكرة ترجع لك بشكل سريع، هذا مو شيء دائما محبب. شخص يعاني من مسألة معينة ده يأخذ هذه الأدوية حتى ينساها، ممكن يصير العكس تماما، أنه ترجع له ومضات من الذاكرة أو flashbacks من هذا اللي صار. ليش؟ لأنه تأثير السيروتونين والدوبامين لما يتغير، وخاصة السيروتونين في حالة الكانابويز يؤدي لك إلى هذه الحالة. طيب شغلة ثانية ممكن تسويها، أغلب هذه الأدوية تنخذ على شكل smoking، يعني تدخين لهذه الأدوية، لها تأثير سيء جدا على القصبات، وتؤدي لك إلى chronic bronchitis التهاب في القصبات الهوائية، وهذا من التأثيرات المشهورة للمارجوانا. أيضا تأثر لك على الأوعية الدموية، تأثر لك على الكارديوفاسكولار سيستم، وأيضا تأثر على إدراك الشخص نفسه. لكن من أهم أو أسوأ الأشياء اللي تصير في حالة هذه الأدوية أو هذه المخدرات هي تأثيرها على الجهاز التنفسي، فتذكروا هذه المسألة. طيب الانسحاب الدوائي، إيش يصير بالويذدرول؟ ممكن يصير عندك شوية تهيج الريتابيليتي وقلق أنكزايتي. المارجوانا والحشيش ربما تعتبر شوية نوعا ما أقل خطورة من الأمفيتامين والكوكاين، لكن أيضا لها أمور كثيرة لو أخذت بجرعات عالية ممكن تؤدي إلى حالات خطرة جدا، وأيضا ممكن تؤدي لك في المدى البعيد إلى تأثيرات خطرة على الجهاز العصبي وتغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي، فخلوا بالكم من هذه المسألة. طيب الانسحاب الدوائي تكلمنا عليه، الآن نروح لمخدر أيضا موجود في ضمن مجموعة مو من ضمن مجموعة الكينابويد. الآن خلصنا المجاميع، راح أدخل بمخدرات عامة بشكل متفرق أشرح عنها. عدة مخدر اسمه الكيتامين، هذا المخدر احنا نستخدمه كأطباء في حالات تخدير، خاصة عند الأطفال نستخدمه كأنستيجيا حالات مخدر، خاصة لما يحاولون يدخلون أنبوب تنفس في بعض الحالات التخدير يستخدمون الكيتامين، لكن تذكروا مخدر خطير جدا في عند مضاعفات خطيرة. أيضا ممكن يستخدم لبعض حالات الألم الشديدة جدا اللي تحتاج
مادة قوية تأتي لك إلى تخفيف الألم، فنستخدم الكيتامين وأيضا لعلاج ميجر ديبريشن، حالات الاكتئاب الحاد الشديد. في هذه الحالة ممكن يستخدم الكيتامين، لكن ذكروا أنه هو خطر. شنو المضاعفات اللي راح تصير؟ الكومبليكيشنز اللي أخذ هذا الدواء راح يسوي لك اعتلال في الذاكرة، impaired memory، هذيان، delusions، قصور في الجهاز التنفسي وتوقفه، وهذا أكثر خطر لهذه الحالة، يسوي لك respiratory depression. ليش؟ لأنه نفس الحال راح يأثر لك على مناطق الجهاز التنفسي في الدماغ، وإذا توقف الجهاز التنفسي ممكن يؤدي لك إلى حالة الوفاة، يأثر على القلب وممكن يؤدي لك إلى اعتلال في عضلة القلب، لأن إلا تأثيرات ثانية على قنوات الأيونات الموجودة في القلب، فبالتالي ممكن يؤدي لك إلى حالات خطيرة، أرثمية في القلب، ويؤدي لتوقف القلب وممكن الوفاة. فهذه حالة أيضا مهمة، وأيضا عنده تأثير خطير اللي هو زيادة الانتراكرانيال بريشر أو الضغط داخل جمجمة الرأس. طبعا هذا الدواء هو دوز ديبندنت، يعني معتمد على مقدار الجرعة اللي تاخذه، كل ما كانت الجرعة أكثر كانت السمية أكثر. إحنا لما ننطي تحت إشراف طبي المسألة ما تكون بهذه الخطورة، وتكون تحت إشراف طبي، لكن لما شخص يأخذه بشكل غير مسؤول بالتالي ممكن تصير هذه المضاعفات للأسف، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. زيادة الضغط داخل الجمجمة، ولذلك إذا شخص كان عنده زيادة بضغط داخل الجمجمة يمتنع عن أخذ الكيتامين. عندنا متفرقات من الأدوية أيضا ممكن تأثر لك، عندنا الأكستسي دواء أيضا مخدر مشهور جدا، طبعا تأثيره قريب لتأثير الأمفيتامين، وأيضا عنده تأثير شوية سام للأعصاب نيورو توكسيك. عندنا الإلاستي يمكن يعدي لك إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم وزيادة معدل ضربات القلب، وطبعا التعرق الأرق، يعني هواي أمور، وسلوك انفعالي impulsive acts ممكن يسوي لك behavior. الجي اتش بي رغم انه كثير يعتبرون هذا الدواء مو خطير بهذه الخطوره، لكن للاسف ما يعرفون حقيقه لهذا الدواء انه ممكن يؤدي الى ديس كوردينيشن ان موفمنت، يعني خلل في تنسيق الحركه، وايضا ممكن يؤدي لك الى شورت ميموري لوس، انه تفقد بشكل لحظي التركيز والذاكره، وايضا ممكن يؤدي لك دراوزنس، دوخه، وهذا شيء خطير خاصه اذا كان شخص يقود سياره وما اخذ هذا الدواء. تخيلوا ايش راح يصير، ممكن يؤدي الى اصطدام، واغلب المرضى اللي او اغلب الاشخاص اللي ياخذون هذا الدواء يموتون من حوادث السيارات وغيرها للاسف. فهذا دواء خطير جدا، وايضا له تاثير خطير لو اخذ مع الكحول، وطبعا للاسف الاغلبيه ياخذوهم مع كحول في سهرات أو حفلات، وبالتالي ممكن يصير عندهم مشاكل كثيرة، لأنه احتمال يؤدي لك إلى توقف التنفس respiratory arrest ويا الكحول. فهذا دواء خطير جدا، حبيت أنوه عليه. قلت لكم مو أنه شيء يسوي لك تأثير معين معناته دائما أنه لو أخذت بكميات أو أنه لو ادمنت عليه أنه معناته ما له تأثير، لا، ممكن يصير له تأثير خطير جدا ويحدث لك إياه بشكل مفاجئ ويأثر على حياتك. في الختام أحب أتكلم بشكل بسيط عن كيف تتخلص من الإدمان. حتى تتخلص من إدمان المخدرات تحتاج أول شيء أن تكون مسلح بالعلم والمعرفة، أعرف شنو تأثير هذا أو هذه المخدرات على جسمك، وكيف هي تضرك بحياتك، وكيف تتأثر على وعيك ومستقبلك. هذا أول شيء، العلم والمعرفة سلاح لازم تتحلى به، ولازم حاول دائما أنه نكون عندنا معرفة بأجسادنا وب وعينا وعقلنا. فأول شيء أنه تتعلم وتعرف أنه هي مضرة بالفعل بالنسبة لك. ثاني شيء لازم تفهمه أنه لازم تكون عندك إرادة، ماكو أي دواء، ماكو أي شيء يتغلب على إرادة الإنسان، لازم تكون عندك إرادة، لازم أنت عندك إرادة تتخلص من الإدمان. بدون إرادة ما راح نقدر، أو ما راح أنت تقدر تتخلص من الإدمان. لازم أنت تأخذ هذا القرار وتكون على وعي أنه اللي أنت تسويه هو شيء خاطئ، وشيء أنت تضر به نفسك وتضر محيطك. فانتبه لهذه المسألة، حاول أنه يصير عندك عزيمة وتعرف أنه هذه المسألة هي مسألة غير صحيحة ولازم تتخلص من عندها لذاتك مو لشيء ثاني، أنه تعرف تأثيرها على المجتمع وتأثيرها على العائلة وتأثيرها النفسي، وبالأخص تأثيرها أيضا الديني عليك كشخص، وبالتالي أنت تقلع من عندها لعدة أمور، سبب صحي وسبب ذاتي وسبب أوازع ديني، فتتخلص من عندها وتتخلص من هذه المشكلة. فلازم أنت يكون عندك إرادة بالبداية حتى تتخلص من عندها. لما تقرر تتخلص من هذه المخدرات اللي إذا تتناولها، لازم تروح تستشير أحد مقرب إليك، تحاول تخليه يساعدك، لأن وحدك شوية صعب راح تصير المسألة، خاصة بعض الأدوية اللي راح تفوت بفترة withdrawal أو انسحاب دوائي. في فترة withdrawal والانسحاب الدوائي أفضل أن تكون تحت إشراف طبي وفي مراكز إعادة التأهيل، لأن هم يقدرون يساعدوك ويخلوك تتجاوز هذه العقبة بشكل سلس، ويمنعون الريلابسينج أو أنه ترجع تأخذ مرة ثانية هذه المخدرات. فتذكروا هذه المسألة.
وبالنهاية أريد أقول لكم مسألة مهمة أيضا لازم نعرفها، أنه إحنا الآن نعيش في فترة من الفترات اللي أنت محتاج وعيك حتى تقدر تنتج، حتى تقدر تعيش، حتى تقدر تطور من نفسك، حتى تقدر تدخل مدخول مادي أكثر لك، حتى تقدر تعيش حياة صحية أكثر. فإذا أنت غيبت الوعي لا تتصور أنه هذا الشيء معناته أنه أنت سعيد، بالعكس معناته أنه أنت تتغيب أهم قدرة عندك إياها كإنسان اللي هي وعيك، اللي تقدر من خلالها تحقق ذاتك وتحقق طموحك وتقدر تخلي اسمك في هذا العالم. فهذه أيضا حبيت أنطيكم إياها كنصيحة، ماكو شيء صعب، كل شيء إن شاء الله يكون سهل بالمثابرة، الإصرار والمعرفة، المعرفة سلاح حاولوا تتحلون به. أتمنى لكم كل الخير وألقاكم في فيديو آخر. سلام عليكم.